يقول هذا السائل يا شيخ: كيف يصلي الشخص المريض إذا كان جالسا على كرسي؟ هل هو بإيماء؟ إذا كان لا يستطيع السجود هو في الركوع يومي إيماء، أما في السجود فيسجد على الأرض، ينزل عن الكرسي ويسجد على الأرض إذا كان على الأرض إذا كان يستطيع ذلك. إن كان لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يومئ للسجود برأسه، ويكون أفضل من الإيماء للركوع. والإيماء يكون بالرأس، لا يكون الإيماء بالإصبع أو باليد كما يقول بعض العوام. نعم.